الرحيم. الحمد لله اليوم حققنا الأهم وهو الفوز، وإن إن شاء الله بربي قربنا باش نتأهلوا للدور الثاني. إن شاء الله نحضروا المباراة القادمة بكل جدية ضد بيترو أتليتيكو، وكما قلت لي شبيبة القبائل معروفة بالتقاليد تاعها في المنافسة الإفريقية. إن شاء الله نتأهلوا للدور الثاني ونروحوا الأبعد حد إن شاء الله في الدورة، فرحوا الأنصار تاعنا ونفرحوا أنفسنا إن شاء الله. بالنسبة للبطولة دائما مصاب حول البقاء. بالنسبة للبطولة وين درنا دوم ريزولتا بوزيتيف المباراة السابقة في شباب مع شباب القسنطينة، إن شاء الله نحضروا بكل جدية إن شاء الله باش نحقوا البقاء تاعنا بأريحية. وهذه هي اخويا رساله خاصه الانصار شبيبه اللي جابوا ما سكتوش حتى الدقيقه الاخيره. رسالتي الانصار نتمنى ان شاء الله يوقفوا معنا في كل المباريات سواء في البطوله في المنافسه الافريقيه، وان شاء الله ينقصوا الضغط على اللاعبين، وين عندنا ان جروب مليح الله يبارك. ان شاء الله يعاونونا، وحنا ثاني من جهتنا ان شاء الله نفرحوهم ونكونوا عند حسن ظنهم ان شاء الله. هذا البرنامج برعايه شركه بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس، الجمال للكل. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.